ماذا بقى عن الواردات؟ بص يا فندم، الواردات احنا الحمد لله كل ازمه بتخلق فرصه، فبالتالي احنا عندنا الواردات لما قلت الصادرات بتزيد، معنى كده ان في حصل توطين لبعض الصناعات داخل مصر ادى الى زياده المكون المحلي، وبالتالي قدرت تصدر المنتج بتاعك بره. ما هو بدون مستلزمات الانتاج مش هتعرف تنتج، مفيش دوله في الدنيا بتنتج كل حاجه 100%، لازم مدخلات عند سيادتك. معنى ان سيادتك الصادرات بتزيد، اذا في توطين حصل لصناعه سيادتك. احنا الحمد لله متواجدين في معظم المعارض اللي بتتم داخل مصر، وبنشوف الساده المصنعين بداوا فعلا ينتجوا حاجات كتيره جدا داخل الدوله المصريه. يعني في قطاع، انا هدي بس مثل صغير جدا، قطاع المنتجات الجلديه والاحذيه اللي هي الحذاء والحزام والمحفظه. القطاع ده مثلا سنه 22 كان بيصدر ب 10 مليون دولار، رقم صغير جدا. السنة اللي فاتت مصدر ب 50 مليون دولار، يعني زادت 5 أضعاف. طب بنصدر لمين بقى المنتجات الجلدية دي؟ سيادتك بنصدر المنتجات الجلدية للدول العربية والدول الأوروبية والدول الأفريقية. أفريقيا حاليا وزارة التجارة والصناعة حتى قدامها، يعني احنا دائما وأبدا بنقول الدول الأفريقية اللي هي جنوب الصحراء. هي دي الهدف اللي جاي بالنسبة لنا. هي دي احنا الحمد لله يعني في كل المجال مع المجالس التصديرية بنشوف مشاكل في أفريقيا. كان في مشكله كبيره مع المجالس التصديريه ان المنتجات المصريه عشان تخش اي دوله من دول، اذا كانت دول اوروبيه او دول عربيه، بتبقى عايزه شهاده فحص طبقا لنظام الايزو 10025 من معمل معتمد. كان بيضطر المصدر ياخد السلعه دي يوديها حته بره دول اوروبيه او اي دوله اخرى عشان يفحص، كانت تكلفته عاليه جدا. الحمد لله بتوجهات خط الرئيس ووزاره التجاره والصناعه، احنا الهيئه عندنا مثلا انشات 300 معمل فيهم اكتر من 3100 اختبار معتمد دلوقتي طبقا للاعتماد الدولي. فده حلو. ادى الى توفر الوقت وتوفر الفلوس للمصدر، عرف ينافس بالسلعه بتاعته. طيب انا هسال سؤال يبدو غريب أبدا، بس ل- 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 يعني لامر ما في نفس ابن يعقوب. احنا بنصدر ولا بنستورد صواميل ومسامير؟ بص يا فندم، هو في مصانع، يعني قد استكحل غرفة الصناعات المعدنية عملت حاجة جميلة جدا. جابت كل مصنعين المسمار والصامولة، وجابت كل مستوردين المسمار والصامولة. حلو. وقعدناهم على الترابيزة في اتحاد الصناعات. انت عايز المسمار ده ازاي؟ عمله له زي ما هو عامله. اديه للمواصفة. التشبيكة ديت تم توفير عدد كبير جدا من المسمار والصامولة. ستك المسمار ده يعني تكنولوجيا عاليه، مش اي حد ينتج مسمار بالمواصفات اللي عايزها المنتج طبعا. فبالتالي هو كان محتاجين يقعدوا مع بعض، والحمد لله القعده دي هو ده ايه، كل ازمه تخلق فرصه. صح. لما الناس قعدت مع بعضيها بدا المنتج المسمار ينتج طبقا للمواصفه اللي عايزها الراجل. طيب في اطار الصناعات المعدنيه، ادوات الصيانه المنزليه، المفك، الشاكوش، المفتاح الانجليزي، كل الكلام ده، الحاجات دي بنعملها عندنا ولا بنستورد؟ يا فندم بنعمل عندنا حاجات كتير جدا. الاجهزه الكهربائيه، ايه رايك سيادتك دلوقتي ان معظم الاجهزه الكهربائيه بتصنع داخل مصر؟ لا، دي انا عارفها. انا ليه بسال على كده؟ عشان اقول لحضرتك ايه اللي كان بيدور في ذهني، انه دي نوع من الصناعات اللي هي بتعتبر صناعات مغذيه. دي صناعات ما فيهاش ركود، ما في مصنع اي حاجه الا وهيحتاج مسمار وصامونه. أكيد ما في ورشة ولا مصنع أي حاجة إلا وهيحتاج المفك والمفتاح والرنش وما إلى ذلك. فأنا كل بفكر فيه، طيب أنا علشان أطور صناعتي محتاج الصناعات المغذية الصغيرة البسيطة دي، يعني صناعات معدنية بسيطة بتحتاج مكن مهم. لكن الصناعة نفسها ما هياش معقدة، فعشان كده أنا بشجع النوع ده من الصناعات طبعا. وده هو ده اللي كان التجاري شغالين وزاره التجاره والصناعه مع اتحاد الصناعات هذا الموضوع مع جهاز المشروعات الصغيره المتوسطه. سيادتك احنا دائما وابدا على طول في اللقاءات مع جمعيات المستثمرين اللي عاشوا من رمضان، جمعيه بدر، جمعيه اكتوبر، لما بتقعد مع المصنعين تسمع المشاكل تعرف المشكله فين، لان هم ايدهم في النار. صح. فبالتالي لما تقعد مع المعرض، تقعد مع المعارض، تقعد مع مجلس التصديريه، مع اتحاد الصناعات، هو ده التواصل اللي تم حاليا داخل وزاره التجاره والصناعه. يا مساهل، متفائل يا فندم؟ ان شاء الله. اكيد طبعا ان شاء الله يا فندم. هنحقق رقم في 24 اجمالي اعلى من 23 ان شاء الله يا فندم. احنا الحمد لله ماشيين في هذا الضرب، وان شاء الله نتقابل في يناير 25 انا وسيادتك، يا رب يكون لنا العمر باذن الله. باذن الله يدي حياتك طول العمر يا رب.